كلنا نخطي وأحيانا نصيب، والخطا محسوب عاد في البشر. هذا رمى الخلان في الظرف الصعيب، وهذا سقى الأحباب من الكاس الأمر. كلنا نخطي وأحيانا نصيب، والخطا محسوب عاد البشر. هذا رمى الخلان في الظرف الصعيب، وهذا سقى الأحباب من الكاس الأمر. وبعضنا يخطي ويلوم الزمان، ما غير البريء يدفع الثمن. وبعضنا يخطي ويلوم الزمان، ما غير البريء يدفع الثمن. على الكل فينا مراعاة غيره، وفي كل خطوة يحكم ضميره. على الكل فينا مراعاة غيره، وفي كل خطوة يحكم ضميره. فلا نضيع، فلا نضيع، فلا نبدأ من جديد، ناخذ من الماضي، من الماضي عبار، من كل غلطة نستفيد. لا نترك الفرصة، الفرصة تمر. خلونا نبدأ من جديد، ناخذ من الماضي، من الماضي عبار، من كل غلطة نستفيد. لا نترك الفرصة، الفرصة تمر. نسمع من الغلطة، من الغلطة نجاح، نجعل من الظلمة، من الظلمة صباح. نصنع من الغلطة، من الغلطة نجاح، نجعل من الظلمة، من الظلمة صباح. عمري أياما قصيرة، ونمحي الهم، الهم والحيرة. والعمر أياما قصيرة. فلا نضيع، فلا نضيع، فلا نضيع الفرصة الأخيرة. مالك؟ مالك؟ ايش في؟ مالك؟ مجد؟ مجد؟ مكانك زعلان مني؟ لا انا خلاص نسيت كل حاجه. بس يا ريت يا دلال لو ما نقلبش المواضيع اللي ما لهاش داعي.
طيب انت شكلك مكدر يعني، ليش كذا عليا؟ انا تعبان ما نمتش لي يومين، اشتي انا. طيب بس تعشي، سويت لك عشاء. ماليش نفس الاكل. حنا مالك حبيبي؟ في حاجة؟ لا بس. بس ايش؟ قولي. لا بس ما توقعتش انك تعمل كل اللي عملته معانا بعد اللي سوينا معاك. حبيبي انا عمري ما زعلت منكم ولا الومكم، انا واجبي كأب اقف معاكم واكون جنبكم. حتى ونحنا شلناك من حياتنا ونكرناك، بس ما فيش حاجة تقدر تغير الحقيقة إن أنا أبوكم وأنتم عيالي. لازم تعرفي إن أنا عايش بحسكم ولكم، حياتي بدونكم ما لهاش معنى، وما بفرض نفسي عليكم أبدا ولا بدخل حياتكم إذا كنتم ما تشتوناش، بس بظل أراقبكم من بعيد وأكون جنبكم. طيب مالك كده مهرول؟ مش معقول يعني كل اللي حصل ده كان مقلب؟ وانا كنت حمار. أبا مالك الو ايش في ابوك؟ طيب هدي انا واجي الان اقول لك واجي، وبجيب معي دكتور. يلا يا رب الله. ايوه زينه اما في حاجه؟ ايوه كنت شي اسالك، ام رشا جابت الحزام الذهب؟ اها كلمتني عشان اروح اجيبه بس اني نسيت. وليش ما وصلتش رشا؟ رشا مسكينة تعبانة، لها أسبوع ما تجيش الجامعة. طيب بكرة تروحي تجيبي. أكيد أنا بكرة رايحة، قبل المرة أطمن عليها. وسلمي عليها. إن شاء الله. حسام قام. ما شاء الله. ايش فين؟ ايش حصل؟ حسام لا تتحركش كثير، الحمد لله على سلامتك. اخر حاجة تكره الحادث القلباص. ايوه ودخلت في غيبوبة، الحمد لله على سلامتك. ايش قبده هنا؟ حسام هدا هو اللي اسعفك وسوى لك كل شيء. اسعفنا ولا مسعفناش؟ ايش تعرف ايش يسوي ده هنا جنبك؟ الحمد لله على السلامة يا حسام ابني. ما تقولش ابني، أنا مش ابنك. حسام أنا فدالك، ما تتعصبش. أخرج ابني، أنا مش هجي أشوف صورتك. طيب أخرج، لا تتعصب. هدا يلا. أبا ما بيستوعب أي حاجة، أنت هدي عليه وجلسي معاه، انتبهي له أي حاجة تصير بيه تخرب. يلا. حرام عليك يا حسام، حرام. أبوك ما يستاهلش إنك تعامله كده. أبوك غير اللي قالوا لنا عنه زمان. أبوك حاجة تانية يا حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. جبت الدكتور. تفضل. سلامة يا جماعة إن شاء الله. كل مريض. تفضل داخل. تفضل دكتور. تفضل.
السلام عليكم. حياك الله سيف، كيف حالك؟ الله يحفظك. أقول لك على فكرة، الموضوع اللي بيننا خلاص تم. أفتح لنا كريتر بريس. حلو يا أكرم. الآن بفتح النت وبدخل الموقع. وقريبا جدا إن شاء الله بتشوف صدر خبر هذا. تصدق يا أكرم إن أنا متشوق جدا إن أنا أشوف ردة فعل الجماعة وهم يقرأوا الخبر. ها دكتور طمني. للأسف يا خالة، أبو قلبه تعبان ولازم نقله المستشفى. كيف؟ مستشفى؟ طيب يعني ما فيش طريقة نعالجه هنا داخل البيت؟ أصلا صراحة المستشفيات يسجلوا فحوصات وعلاجات ما في ليش داعي، يعني بيكلفون احنا فوق اللازم. ولا يهمك يا خالة، أنا بهتم بحالته شخصيا. ايوه بس خلاص دكتور، ننقله المستشفى يا دكتور. معقول؟ أما الو نعم كريتر بريس ها؟ لا ليش؟ ايش في خير؟ ها طيب بفتحه دحين. ايوه يلا مع السلامة. سمعت الخبر حق اياد امس؟ ايوه سمعت الخبر، والله زعلت على اياد كثير امس. انا كم مره تكلمته انه يبطل يمشي شيء منه قلال، بس هو مش راضي يسمعنا الله يهديه. صحيح يا اخواني، اياد على نياته بس هم استغلوه. الله يهديه اللي قابل نفسه، يعني ساب الحاوي وراح معاهم. لا بس ده مش معناته انه تخلى عن صاحبنا، لازم نعمل بصمه ونوقف جنبه يا جماعه. بس على فكره نحن لحد الان ما زرنا شيء بصراحه. عيب، لازم نزور اياد نعمل بواجبنا. ما كنت تفرقوا كذا؟ شو الفين على جانب ولا كيف؟ أنا ما حد تفرق لي كذا. اللي براسه شيء يجي واقع هنا، الرجال منكم يجي واقع هنا. أهلا وسهلا أبو أيمن، شرفتنا. أهلا. الله يحييك، الله يشرف مقدارك. قل لي يا أبو جلال، قريت الأخبار حق أمس الليل اللي انتشرت في مواقع النت؟ والله سمعت عنه لكن ما اهتميت. كيف؟ ما اهتميت؟ طبعا لأن أخبار مش صحيحة وما فيش عليها أي دليل، لا ما اهتميت. أيوة بس هذه الأخبار تسيء إلى سمعتنا
والعيار اللي ما يصيبش يدوش ابو جلال. تكلم على نفسك، انت رجال سياسه مرشح رئاسه الوزراء، اما انا تاجر مسكين الله لا حول ولا قوه لي. تاجر مسكين؟ اللعب بيع ولا كيف؟ نحن شفنا في مركب واحد، فهم كلام، في مركب واحد. خلاص خلاص ابو ايمن، لا تزعل حالك ولا شيء. قل لنا في عندك فكره كيف بنخرج من هذه الورطه؟ بعدين شوف، انا قلك داري رجال مشغول لا راسي، ما فيش معي فضاء بالخالص. انا شفنا وصيت الجماعه قبل قليل يجيبوا لي ابو اياد وام اياد علشان ننهي الموضوع هناك بهدوء. خاف الله، تجيب الناس من داخل بيوتهم لا عندك للبيت وتقرقرهم وتقول لي بتنهي الموضوع بهدوء؟ ايش من هدوء هذا يا اخي؟ انت بس ما يهمك ولا حاجه، انت بس تعال معي انا برتب الامور هذه كلها، تعال معي انت بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش هذا يا سالم؟ ما كانش في داعي تكلف على نفسك ولا تعب ولا حاجة، احنا زي الأهل. فين أخوانك؟ أخواني وديتهم كلياتهم، خلنا يعني موجودة، ما فيش داعي نعمل زحمة. طيب أنت ليش ما رحتش على شغلك؟ والله أنا حبيت أمر وأطمن وأشوفك يمكن تحتاجي حاجة، بالمرة قلت أطمن على عمي علي. تسلم يا سالم، والله مش عارفة إيش كنت بسوي لو كنت مش واقف جنبي. أنت عارفة يا فاطمة أنه أنا ما بقصر معك، ولو طلبتي أي حاجة أنا مستعد يا فاطمة. كيفك يا عم علي؟ كيف صحتك؟ الحمد لله، شكلي خلاص قرب أجلي. لا 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 يا عم علي، أنت بتتعافى وبتقوم بالسلامة إن شاء الله، شد حيلك إن شاء الله. يلا يا فاطمة، محتاجة حاجة ولا شيء؟ ما نستغنى يا سالم. يلا السلام عليكم، أنا بمشي. السلام. سالم هذا رجال اكيد يابا، وانسب واحد لك. ايش قبل الكلام هذا يابا؟ اشي اطمن عليه قبل ما اموت. تقولش كذا يابا، يعني يومي قبل يومك. خليني اكمل كلامي، انا مش عايش لك كثير، انت ضيعتي عمرك علشاني وعلى عشان اخوانك، ارجوك لا تضيعي ايش كله. رجال شاريكي، ولو وافقتي بتزوجيك اليوم قبل بكرة. طمنينا، قولي موافقة. ادخل ادخل. أهلا وسهلا بمجد. أهلا وسهلا، خلي جلس حبيبي. لا والله مستعجل، بس خالي موجود. لا والله راح الشغل قبل ربع ساعة. خير ايش فيك؟ ما فيش حاجة، خلاص بلحقه. فين تلحقه؟ تعال هوا. ايش في مالك؟ مش من عوايدك صابح نحن من الصباح؟ ما فيش حاجة، أكيد في شيء. لا لا ما فيش حاجة، بس أنا اشتم موضوع شخصي. يلا مع السلامة. مع السلامة، الله معك. قال ما فيش حاجة. يا ريتك سمعت كلامي يا إياد، ما كانش اللي حصل بيحصل. أنا انخدعت فيهم يا شباب. خلاص ما ينفع اللوم العتاب الآن. الآن أهم شيء يا إياد نحن معك، ما بنتخلاش عنك. شكرا يا شباب، سامحونا لأننا كنت نذل معاكم وبعدكم. ولا يهمك يا إياد، لا تقول ذا الكلام، صدق انا حاب نحل المشكله، والخبر اللي نزل امس كريتر بريس هو اول الطريق. السلام عليكم. ماجد، ايش المفاجاه الحلوه هذه؟ وانا اقول ليش عمر منور لو ماجد عندنا. جلس جلس. ايش في خير؟ مالك؟ كيف حالك يا خال واعد؟ خال واعد؟ ايش في يا ماجد؟ انت ما تتكلمش بالاحترام ذوي الادب الا ومعك مصيبه على راسك، قل لي ايش في. بصراحه ايوه انا محتاجه لك يا واعي، مش ميل انت قلقتنا، ايش في خير؟ ما ينفعش نتكلم هنا، تعال بنخرج برا. الموضوع خطير لهذه الدرجه؟ وش تكون سر بيني وبينك؟ طب قم يلا مشي قم.
عاد انا ما بحكي البقعة يا بنت الحلال. ليش؟ ما فيش مشتري. طب متى بتبيعه؟ يعني تجي ناقصة بالناس عشان يجوا يشتروا البقعة؟ بس انت وعدتني. وعدتني خلال 4 ايام بترجع لي الفلوس. شو اسوي؟ الموضوع خارج من يدي. يعني ايش؟ يعني تستني لما الاقي مشتري وابيع البقعة. بعدين برد لك فلوسي. تمام؟ الان معي موضوع مع العيال اصحابي. السلام. مش قادرة يا أمّا، مش قادرة أتحمل ولا دقيقة، مش طايقة المعمل، هاني مع درقتش الليل يا أمّا، مع درقتش الليل وابني مش معي، وابني في السجن. أخواني يا شوف هذا. يا أخواني لا لا هذا إشارة شفاف شفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الأستاذ صلاح والأستاذة فاتن. أنتم من؟ الموضوع خاص ولازم نقابلهم شخصياً. مكتب فاتن هناك؟ وصلاح مكتبه هنا. ادخل. كيف حالك استاذة فاتن؟ تمام الحمد لله، خير ان شاء الله. بايش اقدر اساعدك؟ انا موصل من معالي الوزير مراد سالم. وايش يشتي مني مراد سالم؟ بخصوص ابنك اياد. ايوه اياد، يا ريت تجي معنا ونحل المشكلة هناك. فين الشقة قبل نحن الوزير؟ عنده في الفيلا، وبيعزمكم على فنجان قهوة إن شاء الله. طيب. تفضل. إيش فيك؟ إيش اللي حصل؟ صلاح. صلاح فاتن. قول لنا صلاح إيش فيك؟ بعدين يا سالم. وراح حد. لحظة يا صلاح. لما نرجع لحظة يا أخي. سالم الحين من دون ولا فين اللي فاتن وصلاح؟ والله ما اقول لك الا خير. ايوه سالم. ايوه انا في النقابه. خير في حاجه؟ كيف؟ من دون اللي اقول شلهم؟ ما اعرفش من دون. لا شكلهم تبع الحكومة من السيارة اللي لقوا فيه. طيب يلا خلاص أنا وقلكم الآن. يلا تمام. تبع الحكومة؟ والله ردة الفعل جت بسرعة. حيابك يا كرم. أنت مجنون؟ أنت واعي للمصيبة اللي وقعت نفسك فيه؟ غصبا عني يا خال. غصبا عنك؟ غصبا عنك كيف؟ أنا كنت مهدد بالقتل لأن أنا كنت الشاهد على جريمة القتل هذه، بس اكتشفت بالنهاية أنه كان ده كله مقلب عشان ورطونا معاهم. طيب أنت ما أدمنتش حاجة من دي الحاجات اللي تبيعه؟ لا 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 يا خال مالك، أنا كان آخرتي يعني قرم حشيش حبة سجارة، يعني حاجة خفيفة. وده كله مش مدمن؟ يا خال والله مش مدمن، يعني كان قادر أبطل. تبطل إيش؟ طيب ليش ما تكلمت من بدري؟ ليش؟ حاولت أكلم أمي وأبي أكثر من مرة، بس انت تعرفهم طول الوقت هم مشغولين بمشاكلهم. طيب بتجينا عندي يا غبي، بتجينا عندي. خلاص اللي حصل يا واعد، احنا انا مهدد بالقتل. كيف يهددوا؟ من؟ ما حد يقدر يمسك شعره منك، فاهم؟ طيب ايش بنسوي يا خال؟ ايش بنسوي؟ انا بتصرف ولا يهمك، بس اول حاجه لازم نشوف لك صرفه، خاصه بعد قصه الشنطه هذه اللي غرقت حق المخدرات. ما بيخلوا لكش حالك.
بس خلاص لا تهتمش، خالك بجنبك لا تخافش. اهلا 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 بالبشمهندس صلاح، اهلا بالبشمهندس فاتن. اهلا، تفضلوا تفضلوا اجلسوا. انا مراد سالم ابو ايمن والاخ سعيد جبران ابو جلال طبعا معروف. ايوه تشربوا ايش؟ معلش يا ريت تدخل في الموضوع على طول، احنا ما جيناش نتضيف. عيب ما يستويش، لازم تشربوا حاجه، انتوا عندي في بيتي. ايش رايكم تركيش كوفي؟ تركيش كوفي بيكون مناسب. اسمع، خليهم يجيبوا اثنين تركيش كوفي مخصوص. طيب انا باختصر معكم الموضوع. انا جبتكم الى هنا علشان ننهي الموضوع بهدوء وبدون اي شوشره. تكلم، نحن نسمع. شوفوا، نحن مستعدين ندفع الديه كامله ولا بتخسروا حتى ريال، بس بشرط. ايش هو الشرط؟ انكم تكتموا على الموضوع وتقفلوا عليه. تقصد انه انتم بتدفعوا الديه واياد ابني يتحمل التهمه؟ بالضبط، وتهمه حيازه المخدرات هذه امرها بسيط، انا بطريقتي بخفيها وكان شيئا لم يكن. ها ايش قلتوا؟ معلش يابا، ما تزعلش من حسام، هو اصلا عنده ما خرجش من تاثير الصدمه. لا لا يا بنتي، والله ما انا زعلان منه، انا عارف انه تعبان. ها كيف حاله ده الحين؟ اوه تسلميلي تسلميلي حبيبي، ولا يهمك. يلا انا بعدين بتواصل معك قد ما بطمن عليكم. يلا حبيبي، مع السلامه. كاتينا ابني مفتاح رقم 106. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سالم؟ يقول جماعة ولا عدو؟ لا عدو ما يقول. هم أكيد بيقول هنا. بس من دون اللي شلوهم؟ قليل بنعرف القصة كاملة. وهذه كلسة. طمنونا يا جماعة، فين كنتوا؟ ومن دول ليش شلوكم؟ دول الحرس الخاص حق مراد سالم الوزير. ايوه الوزير يا محاسن. وايش اشتري منكم مراد سالم؟ عرض علينا انه يدفع الدية مقابل سكوتنا. ها ويتحمل اياد التهمة. بالضبط بالضبط يا مختار. المهم انتوا ايش رديتوا له؟ حاولنا نرد بس هو اصر ان احنا ما نردش الان، واعطانا مهلة للتفكير. حلو، عرضه لكم يدل على انه الرجال خايف وانه موقفه صعب، لهذا انتبهوا وتوافقوا على العرض هذا. بالتاكيد يا فتحي بالتاكيد، سمعتنا وسمعة ابننا أهم من الفلوس. طيب كيف بتصلحوا بفلوس الدية؟ ما فيش حل إلا أن احنا نبيع المعمل وبأسرع وقت ممكن. ها؟